المسافر إذا وصل إلى مكة هل الأفضل له أن يترك السنن الرواتب أو يصليها؟ إذا كان إقامته في مكة أقل من يعني 4 أيام فأقل فيقتصر على الفرائض ولا يصلي الرواتب، وأما إذا كان سيقيم في مكة أكثر من 4 أيام فإن السفر انقطع فيكون حكم المقيم، يتم الصلاة ويأتي بالرواتب. نعم.